أمي يعني مقطع بس نبدأ. لا تخاف نصيف، لا تخاف، الدنيا يا دولاب دوارة عالكل. بدأت حسيت حالي انه خلاص كفي، انزعجت اكثر انه انا عم غني ما منيح كمان، ومش مو دوري وعم غني ما منيح، فطلعت كثير متضايقه ومعصب. طب اوكي، مش ذنب اللي مو حافظ، اذا حدا مو حافظ بيقوم بتقشط مقطعه، الحافظ بيتقشط، يلي شاغل وحافظ منيح بيتقشط، بينعطل حدا اللي ما انه شاغل. مش مشكلتي انا، والله انا اذا مقطعي مو حافظ منيح ما قال لي عين روح عند الاستاذ قال له بليز غير لي مقطعي، مدري احنا هيك تعودونا بالمعهد ان الغلط بس انا بتحمل مسؤولية غلطي. ما بعرف يمكن هيك بالحياة لازم يكون، بس اغلط انا بس بتحملها، ما بحمل غيري معي مسؤولية هذا الشيء. ما قال لي عين وقتها روح لعنده وقال له اصلا انه ما عم زاد عصبيتي اني انا غنيت ما منيح قدام العالم اللي كانوا كلهم واقفين بدك رافع. كله بيعرف شو انت تخاف. خلاص انا بعد هالكم شغلة هي صاروا نصرت متأكدة كله شايف كله بيعرف مين نحن وشو نحن هيك. عادي لا تزعل، ما عصبت اي حدا مننا عم يعصب وهيك. لا غلط غلط غلطت. عادي ناصف عادي، في حدا هون من بيناتنا ما عصب؟ مش بكي يا عصبوا ينفلوا وشو بدي شبيهم يا العصب عصب. انا ما بدي عصب، انا ما بدي اغلط، ما بعرف طالب كون كامل ما بحب ما بتقلك زين عم تفق. انا على كل الاحوال عم ضلني مش ال ال يعني مش عارف هذا صعب. رح تغني كثير منيح بالفنان صدقني. تحكي مع ابي يوم ما حكينا بعض تي تحكي معه. تشرب شاي وتنام؟ ما بدي فوت نام يا زينة، أحسن شيء أنا خلاص حكي عبي رجعني لوين؟ لا فوت نام.